تحياتي لكم زميلات زملاء، وإن شاء الله الجميع يكون بخير. بهذا الفيديو من ملف الأفعال المتشابهة، الفيديو رقم 20، رح يكون حديثنا حول فعلين نتعرف عليهم من بداية تعلمنا للغة: إني فونن وليبن، يسكن ويعيش. الشرح رح يكون من المستوى A1 للB1. قلنا سابقا أنه أحيانا نتقدم باللغة وبننسى بعض التفاصيل المتعلقة ببعض الأمور اللي تعلمناها وهي مهمة لتطوير اللغة. شو الفارق بين فونن وليبن؟ رح يكون بهذا الفيديو جمل وكلمات كثيرة، لذلك رح نمشي بسرعة شوي. فونن للتقسيم القسري بين الفعلين، محايد، فعل محايد، ويتحدث عن مكان، إذا ارتباطه بالمكان هو الأكثر، وكما لما يكون في إقامة لزمن محدد. ليبن طبعا في مكان لكنه مرتبط بالزمن أكثر، أنا بسكن بمكان وخلال زمن معين بدي أتأقلم مع محيطي، هون نستخدم ليبن. لذلك لما نشوف جملة فيها شيء له علاقة بالاجتماعي والإنساني يغلب عليها ليبن. لنفترض شخص ألماني بيعرفني، صار شايفني أكثر من مرة، عم يخاطبني بالدو، طبيعي يسألني فو فونس دو، فرح يسألني فو لبس دو، أين تسكن أنت أو أنت؟ ليبن كمان فيها الجانب المادي والفيزيائي، لما يكون الإنسان على قيد الحياة أو لا. لنفترض أنا وزميل عم نتناقش حول كتاب لكاتب، قال لي هو من زمان ما سمعت عنه شيء، لبت إيرنوخ؟ يعني لسه عايش؟ لكن ممكن نعبر عنها بشكل آخر، إست إير نوخ أم ليبن؟ أما يزال على قيد الحياة؟ إست إير نوخ أم ليبن؟ كمان بدنا ما ننسى في فعلين زوزامن فونن زوزامن ليبن، في فونن زوزامن، في ليبن زوزامن. لكن في زوزامن ليبن نستخدمه كاسم، داس زوزامن ليبن، العيش المشترك. إلهم أسماء هدول الأفعال، دي فونونج عم نشوف حرف كبير وأداة، المنزل، داس ليبن عم نشوف حرف كبير وداس. نعرف في قاعدة إنه الأفعال إذا بدلنا الحرف الأول كبير ممكن نحولها لأسماء محايدة بإضافة داس، العيش، الحياة. كمان عندنا كلمة دي فون أورد، وهي بنستخدمها لما نعبر عن أنفسنا، نحكي عن أنفسنا بالامتحانات. فون أورت مكان الإقامة، أورت دي أورت. تمييز هيك واضح بين اثنين بناء على الكلام اللي قلناه بالمقدمة، شليبي إن دوتشلاند، أنا أعيش في ألمانيا، والعيش يقتضي التواصل مع الآخرين وبالتالي الانسجام. هذا الانسجام مع الآخرين هو العيش، لذلك بنقول العيش المشترك. وبالتالي ليبن هون تعني مكان وزمان. فونن يسكن، إش فون إن نمبر، أنا أسكن في نمبر. محايدة، مكان فقط. لكن مثل ما قلنا هدول الفعلين يجوز التبديل فيهم بكثير من الجمل، لكن إذا أردت الدقة بالتعبير كل ما طورت لغتي ومعرفتي باللغة صير أكثر دقة في التعبير. فونن وليبن على صفحات الفيسبوك للألمان وعلى منتدياته بنشوف نقاش كثير، وحقيقة هذا مفيد جدا للتعرف على الثقافة وللتعرف على اللغة كيف هن بيكتبوها، لكن ما بالضرورة تكون قواعديا صحيحة. أنا أخذت الجزء منه من أحد النقاشات، أحدهم كتب مان فونت أمتسو ليبن، المرء يسكن لكي يعيش. التتمة تبعها أبا من لب نيه أمتسو فونن، ولكن المرء لا يعيش لكي يسكن. هون قد نروح لنقاش فلسفي، يعني هل يا ترى الإنسان بيعيش فقط ليلاقي بيت وهي التفاصيل، لكن بهمنا الجزء الأول من فونت أمتسو ليبن، المرء يسكن لكي يعيش. طبعا بده مكان، بده استقرار حتى يستطيع التواصل
مع المحيط، هذا الفارق الجوهري. إذن فونن ارتباط بالمكان، ليبن ارتباط بالزمان، طبعا المكان النافي للقول أن يكون مقيم بمكان معين. ناخذ الفعل الأول هلا فونن. الفعلين اثنين يستخدم معهم حروف الجر إن وباي وزايد، لكن كمان بنشوف مت، راح نشوفها خلال الأمثلة. إيش فونا إن؟ إيش فونا إن هامبورغ؟ أنا أسكن في هامبورغ، يجوز القول إيش ليب؟ إيش فونا إم تسفايتنشتو؟ أنا أسكن في الطابق الثاني، يغلب عليها فونن هو. إيش فونا إن دي شتراسة؟ أحط اسم الشارع وإذا في رقم بنحطه. كل ما ملنا للتضييق للجزئي يغلب عليه فونن، كل ما توسعنا يغلب عليه ليبن، هون بالشارع يغلب عليه فونن. أنا أقطن أسكن في الشارع الفلان. إيش فونا إن أينا إدغايت سيما فونون؟ يعني أنا عم أوصف الإقامة، بالتالي هون فونن محايدة. إيش فونا إن أينا إدغايت سيما فونون؟ أنا أسكن في بيت من ثلاثة غرف. إيش فونا إن أينا فون جيمينشافت؟ أنا أسكن في بيت مشترك، بيجي مثلا سكن الطلاب. إيش فونا إن أينم هاوس ميت ماينا فاميليا؟ أنا أسكن في منزل، في بيت مع عائلتي. قلنا هون بالجملة الثالثة كل ما اقتربنا من الاجتماعي يغلب وجود الوجهين، إنما بالجملة الأولى والثانية محايدة جدا، فقط أنا ساكن ببيت من ثلاث غرف، أنا ساكن بفيجي، ما في أي توصيف للشعور. إيش فون إم هوتيل؟ أنا أسكن في فندق. أحسن أقول إيش فون إن أينم هوتيل مثلا بشارع فلان. زي هات دراي مونات باي إير تانت إن برلين gewohnt. هي سكنت ثلاثة شهور عند عمتها أو خالتها في برلين. ربما كانت عم تعمل كورس، ربما عم تدور على بيت لسه ما لقيت، فهي اضطرت لها الشهور هدول عند عمتها أو خالتها. هات gewohnt. هون perfect هات gewohnt، وهذا فعل نظامي. عم نشوف هون باي، باي وإن. نوصل للفعل ليبن. داس ليبن هون الاسم، الحياة، العيش، هون يعيش. دائما الأفعال نحطها باللون الأحمر. مثال سريع، إيش كان أون ديك نيت ليبن؟ جملة شهيرة، أنا لا أستطيع العيش بدونك، وبالطرف الآخر لا أستطيع العيش بدونك. هون نقصد فيها العيش الشيء الإنساني، هون نقصد، بالتالي هون يجوز ينطبق عليها الفعل ليبن. أون ديك كان إيش نيت ليبن، سياق آخر. طبعا دي للمذكر وللمؤنث. إذن هون ليبن. Das Leben in Deutschland ist teuer. الحياة في ألمانيا تكون غالية. عم نشوفها هون اسم، هون لا يجوز إلا نقول Das Leben. Leben und Tod، الحياة والموت، مقارنة تصح مع ليبن. Ein neues Leben anfangen، يعني البدء بحياة جديدة، هون يصح ليبن. هاي الاستخدامات الخاصة لليبن سواء اسم أو فعل. Erlebt im zehnten Jahr 100، هو عاش في القرن العاشر. لنفترض كنا عم نتحدث كمان عن كاتب، وبنقول هو عاش في القرن العاشر.
هون المعنى نقصد فيه الوجود، الوجود الفيزيائي والمادي. existing يوجد، the existence existence هون تعني الوجود. لما بنحكي عن شيء الوجود الفيزيائي او المادي للانسان هون بنستخدم leben. بالتالي استخدامين شهيرين بهذا المجال، الاول تحدثنا عن das leben، وهون leben هذا الفعل الذي يعني الوجود، هون لا يستبدل ب wohnen. Ich lebe in. Ich lebe in Deutschland. نفس الفكرة تبع ich wohne. Ich lebe seit 10 Jahren in Deutschland. أنا أعيش منذ 10 سنوات. Ich wohne oder ich lebe bei meinen Eltern. يجوز الوجهين باي، ولكن ich wohne ich lebe mit meinen Eltern. هون اذا كنت انا شريك بالبيت، يعني نحن شراكه باصحاب للبيت، يعني نحن المالكين المشتركين للبيت، نقول mit. اما اذا انا اقيم عنده باي عنده. ich wohne mit meiner Frau in einer kleinen wohnung. انا اسكن مع زوجتي في منزل صغير. هون عم اوصف البيت الاقامه، انا اسكن مع زوجتي في بيت صغير، وعم نشوف كل الامثله هاي تخدم فيها الداتي. wegen meines studiums habe ich ein jahr im ausland gelebt und in einer Wohngemeinschaft gewohnt. يعني بسبب دراستي، طبعا دراسة الجامعية، عشت سنة خارج البلد، عشت لمدة سنة خارج البلاد. و und in einer Wohngemeinschaft، وفي بيت مشترك سكنت، يعني وسكنت في بيت مشترك. كون طالب أو طالبة يسكنوا ببيوت طلاب، wohn gemeinschaft. اذا عايش لمده سنه واقامه في المكان. من الطبيعي لما يكون في جمله فيها تكرار ويجوز فيها الوجهين اني ما استخدم اثنين مع بعض اذا كان هيك حال الجمله، لكن هون عندنا gelebt، habe gelebt وهذا فعل نظامي، habe gewohnt كمان هذا فعل نظامي. لهون بنتهي هذا الفيديو زميلات زملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق يا ريتكم بأسفل الفيديو، وإذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت يكون في شير ولايك واشتراك بالقناة، وشكرا لكم جميعا.